نتكلم برضو عن حاجة اسمها استاتينكي، 5 استاتينكي بلغاري، أو العملة البلغارية. ودي وزنها 3.5 جرام من النحاس، القطر بتاعها 20 ملي، السمك بتاعها 1.6. هي عملة بلغاريا من 1999 ل 2022، يعني لغاية الآن. السعر بتاعها 1 دولار، يعني بالمصري 15 جنيه، 20 جنيه، ومصاريف الشحن بتاعتها 16.55 جنيه، يعني حدود 30 35 جنيه. تمام، برضو شوفوها من الجهة التانية، الناحية التانية. عبارة عن واحد راكب حصان، دي عملة بلغارية. قلت تاخد فكرة كمان عن العملة البلغارية، دي تمنها 1 دولار زائد 16.5 جنيه مصاريف الشحن.